تحضيرات غيث مروان وأسامة مروان لحضور حفلة خطوبة أبو الروب ووصولهم إلى قاعة الحفلات. شاهدوا المزيد من التفاصيل. قام اليوتيوبر غيث مروان وأسامة مروان بمشاركة متابعينهم بستوريات عن إطلالاتهم في حفل خطوبة أبو الروب وصبان شمعة. أترككم مع الستوريات. أوكي، زي ما انتم شايفين يا شباب، في دور على هاي امراي. الله يخليه، خليه يخليه، الله يخليه. يلا هلا دقيقه بخلص، يلا اللي بعده. ليك ولدي الصغير بس يوقف على المراية. بس يا جماعه كالعاده مين مأخرنا؟ هلا والله نسيت، نسيت بطاريه. لقيت بطاريه، ما عندي بطاريه، وكمان ما جاء البطارية. قال لي يمكن تحصل. وصلنا. هلا والله، ما شاء الله. مش جاي على خطبة، انا جاي على 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 ايفنت. كله معه كاميرات يا زلمة. شوف وين مكاني. الله اتش دي معلم منيح. انا قلت له يا زلمة قلت له احمد، قلت له احمد ما اشوف البعيد، حطنا اول واحد. وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لك لدعمكم ومحبتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، حطوا لي لايك. حلمتلكم، نشوفكم بالفيديو الجاي.